I'm expecting during this talk, unfortunately, spoilers. Every time we had a talk or a negotiation, there were always someone who tried to spoil it. We were expecting that. طلبنا من السيد دمستورا أن يصدر بيان يدين فيه التفجيرات الإرهابية الانتحارية التي قامت بها اليوم جبهة النصرة في مدينة حمص. أكثر ما تم نقاشه هو موضوع الانتقال السياسي لأنه يشكل أولوية لتهيئة المناخ للانطلاق إلى باقي الخطوات. لا شك لامسنا بقية الأمور الموجودة في هذا القرار بما يخدم عملية الانتقال السياسي وتحقيق طموحات ومصالح الشعب السوري.